أيها المستمعون الكرام، من هنا من هذا الرحاب الطاهر من مسجد بني أمية الكبير، ما زلنا ننقل لحضراتكم تفاصيل الاحتفال الديني الذي يحييه كبار المقرئين في مصر الشقيقة. أيها المستمعون الكرام، الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا من آيات الله البينات ما تيسر من سورة مريم. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي. امرأتي عاقرا
كانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا زكريا إنا نبشرك بغلام بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى بغلام اسمه يحيى لم نجعل له
وزكاة وعطشا
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا قالت يا ليتني مت قبل
فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا البحار سجرت وإذا
وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول
مجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون